باش نقولها لك ونجيب دموعي باش نقولها لك يعني هشام عبد الله صاعقه كبيره مصاب جلل مصيبه عظمى ان الساحه الفنيه افتقدت مقدم ذكر الهرم والاستاذ وقيدوم الفنانين المسرحيين والكوميديين خاصه بامتياز لان نور الدين بكر صعيب 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 شي حد يخلف نور الدين بكر كيف مشى سعد الله عزيز كيف مشى السي احمد اليابوري كيف مشى السي محمد بلقاس هادو كلهم من الطينه ديال نور الدين كانوا كيشتغلوا في الحقل الكوميدي البربري او السوسي ان شئنا القول فنور الدين بكر خساره كبيره 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 بالنسبه للساحه الفنيه وبالنسبه للمشاهد المغربي وتحت ما ينسى حماتي. جي من عده مدارس المدرسه الكبرى كاع هي مدرسه الطيب الصديقي لان يعني كنعرفوا اللي كيكون جاي وملتحق بهذه المدرسه ديال المرحوم الطيب الصديقي فخلى ذاك فلا خوف عليه. دونك المرحوم راه عنده تجارب كبيره راه ملتحق بالمسرح حيت حتى انسان في الجعبه ديالو شي حاجه اللي ما كتصورش على البال يعني من اعمال من مسلسلات من عاشق سيد حمادي راه خلات في التاريخ رغم ان داس في مسلسل سرب الحمام اللي عنده تاريخ هذه الشخصيه بقات فريده وبقات ذاكره عند كل مواطن مغربي وهلما جرى حتى الالتحاق ديالو لانه كان من بين المؤسسين ديال فرقه مسرح المؤسسين على هو فلان العجيب يعني هادو كانوا هما المؤسسين هو كان من بينهم وداز المرحله ولكن فخور انني مع نور الدين بكر راه مدرسه ما شاء الله راه ما شخصيه ما تعاودش في المغرب صراحه الله محبوب تلقائي انسان خالق بهذيك الدرجه الاولى فنان 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 كيفاش تلقيتوا الصدمه ديالك؟ واو ما يمكن الا غادي تكون ما عرفناش باش تبلينا الله حق لكن اللي حاسين رغم انك نشتوا هذه ما ماشي بزاف تلاقينا بغينا شويه استحضرنا مع الذكريات وكذا ضحكنا معاه شويه ولكن كان شويه صحيا كان شويه من ذاك ولكن شو لله ما عطوا الله ما خدنا دم نقول الله يرحمه الله يوسع عليه وحنا كنا هذا هو اخر المطاف يعني نتمناو ليه الرحمه والمغفره ونتمناو ان نلتفتوا لهذا الرواد اللي عطاو شيء الكثير لهذا البلد. مني كنقولوا نور الدين بكر ما كنقولوش راه كيشبهوا الرجل الفلاني في المجال. واحد يعني هو نور الدين بكر علامه مائزه في الوسط الكوميدي والفنانين اللي كيزرعوا البسمه. الفكاهة اسمها نور الدين بكر في نظري رجل طيب ورجل كان عزيز عليه أنه يعني ساعد المواهب اللي جاية وراه وأنا واحد منهم كان لي شرف الاشتغال معه في واحد من الأعمال اللي دازت في التلفزيون اللي هي سلسلة كانوا هنا أظن وقيل منذ 18 سنة دابا ملي كيتلاقى معايا مسكين دائما كيقول لي اللازمه اللي كنت كنقولها في السلسله سخن سخن ديك القهوه بلاكسون ديال البيرسوناج الله يرحمه يعني عزاؤنا واحد الاسره الفنيه ككل والمسرح الحي على وجه الخصوص نور الدين بكر لبينا فقدناها اليوم رحمه الله عليه درويش تواضع خود المسرح عاش مسكين فقير ومات فقير ما ساب حتى شي حاجه من هاد البلاد ما عطا والو شفار علمود فنان اصاحبي هذا شي داعي كبير فنان كبير علاش ما داوش؟ علاش الدولة؟ وك الله اصلا ما كانش كيبغي يعطي حتى الاعلان. هو صاحبي الدواء كيجيك مع فابور من بعد الدواء النامية كيصيفطوا لكم الدواء فابور كتبيعوه. النقابة راه كلهم عندهم فراق ديالهم وعندهم فنانة ديالهم كيستافدوا من النقابة كلها عندهم فنان عندهم شيخات ديالهم عندهم اجواق ديالهم عندهم ممثلين ديالهم عندهم ديالهم كيستافدوا هما من المنصب اللي عندهم.
في الدعم في الترويج في كل شيء هما كيستافدوا. عاد يتلفتوا لواحد اخر جمعيه ديال الدراوش يتلفتوا دفعنا ما خلينا ما دام دفعنا للدعم دفعنا للترويج دفعنا هاد الدوسي حتى الغدا مقيمه مع 6 الصباح غير فيق شويه بكري الاجتذاب الميدان الفني التمزنيش اللي كاين البيع والشراء الواسطة والبسيطة والمسيسيطة هي اللي خدامة. السلام عليكم. صراحة راه ما يمكنش اللي غنقول على نوردي اللي يكفيه صراحة. هي أنا بالنسبة لي نوردي راه ماشي صاحبي ماشي صديق، أنا نوردي خويا. أنا كنت أعتبر نوردي أب ديالي، كانوا كنا صحاب، كنا تشاركنا المسرح، تشاركنا التلفزيون، تشاركنا جولات، ولكن كان رجل من أطيب خلق الله، رجل طيب، رجل الله يعمر هذا الرجل، نبقى نقول حتى الغدا راه ما يمكنش نساله. فالأولى والأخرى اللي كيقولوا لله ما أعطى ولله ما أخذ، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة ويرحم جميع المسلمين يا رب العالمين. وكنتمناو الناس اللي باقيين من هاد الرواد الله يعطيهم صحيحتهم والله يخليهم لوليداتهم ويخليهم لينا كاملين ونشوفهم بصحة جيدة يا رب العالمين. وشكرا لكم لأن أنتم كت المرض ديالو واش كانت شي التفاته من النقابه؟ اخويا انا ما نقدرش نقول واش كانت التفاته ولا ما كانتش. الصراحه انا ما عندي حتى فكره على هذا الشيء. هذا هو المعقول باش ما ندخلش في شي حاجه اللي ما عارفهاش. ما عندي حتى فكره. انا نور الدين بالنسبه لي كنت كنعيط ليه كنسولو على صحته لانه جاري وقريب ليا في السكنه، كنعيط ليه كي داير وكيبقيتي لا اقل ولا اكثر. نور الدين بكر انا لما كنت جيت من المسرح الهوات وانا باقا شابه صغيره لقيت نور الدين بكر الحمد لله في الفرقه ديال المرحوم الفنان الاستاذ طيب صديقي، وكانت زهور سليماني والمرحومه الفنانه توليا جبران، وكانوا تعلمت منهم اشياء كثيره. نور الدين كانت طريقته حتى في الكلام معاك ولا شنو كلها كانت كوميك، كلها كيعطيك واحد الصبر، كيعطيك واحد الحب المينا، حب المسرح، حب بزاف الاشياء. مر بمدارس عديده، مدرسه الطيب الصديقي ومدرسته الخاصه التي تطور فيها تطور بعفويته وتلقائيته الفكاهيه. وبصراحه نور الدين بكر يعتبر خساره للفن المغربي، وهذا قدر الله. تعازينا الحار للاسره الفنيه في رحيله، تعازينا الحار لاسرته الصغيره، وإن لله وإنا إليه راجعون. اليوم افتقدنا واحد الهرم من أهرامات المسرح المغربي، لأن نهار حليت عيني لقيت أنا نور الدين محترف. أنا باقي في الهوات، نور الدين محترف كيلعب مع الطيب، ولكن بقى ذاك الإنسان الطيب، إنسان اللي كيمد يده لأي واحد. جينا من الهوات الاحتراف لقينا نور الدين هو اللي مد لينا اليد، هو اللي حتى وليت كنعمل معاه ثنائي، حتى ولينا درنا جولة في المغرب. فنور الدين تستافد منه أكثر ما يستافد منه نور الدين. لولا نور الدين مسرح الحي ما يكونش وما يطولش واحد 20 سنة، لأن نور الدين هو الديكور، هو يعطيك النظرية المسرحية، هو يعطيك النظرية يقول لك شادة ولا ما شادهش، وإلا قالها لك الكلمة هي اللي كاينة. اللهم يا رب الأرباب، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمين. اللهم جمع الأموات، اللهم اجعلهم قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جميع أموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.